سيدي ملي كنت كنقري في الابتدائي صراحة كان مجتهد، عنده إرادة قوية. الحقيقة العلاقة ديالي مع المجيد مشفق علاقة متميزة، كان كيقرينا الفنان عمر السيد، كيقرينا الأناشيد على طيري على طيري، وكان معايا عبد المجيد مشفق أوائل الفنان القارين. بعدا أولا كنقولها دائما، كان المتعدد في الواحد فهو عنوان الانتليجنسيا. مجموعة السهام وعبد المجيد مشفق هي حكاية عمرها الآن أكثر من 45 سنة. عبد المجيد مشفق تربى في الحي المحمدي، حي الإبداع وحي الكفاح وحي اللي يجمع فيه كل شيء. تفرق ما تفرق في كثير من المواقع، اجتمع في الحي المحمدي. أنا ترعرعت في أسرة بسيطة، تشبعت من كل ما هو في الحي المحمدي. مارست كرة القدم، مارست الفن بكل تلقائية، لأنني عشت إلى جوار فنانين مبدعين من أمثال عمر السيد، العربي باطمة، سي محمد السوزدي، علالي على بوجميع، والكثيرين من الذين عشت إلى جانبهم. بالإضافة إلى أنني درست في مدرسة ابتدائية بالحي المحمدي، مدرسة ابن بسام، إلى جانب إخواني وأصدقائي من أمثال حسن نرايس المفكر والناقد والمبدع والصحفي، كذلك رياضيين مثل عبد الحق عاشيق والكثيرين. ولكن البصمة التي تركها في عمر السيد كانت كبيرة جدا، لأنني تعلمت معه في إحدى مدارس الحي المحمدي، مدرسة العهد الجديد، الأشياء الكثيرة التي كان يدرسني وأنا ابن الخامسة من عمري والسادسة كذلك. أذكر كذلك أن أبي كانت له علاقة وطيدة مع عمر السيد آنذاك في إبانة بداية فكرة إنشاء مجموعة ناس الغيوان أو مجموعة من هذا المنوال، وكان أبي مولوع بالمجموعات وبالجمعيات آنذاك، لم تكن مجموعات، بالجمعيات، وكان من المساهمين في عدة جمعيات، جمعية الشعلة، وكذلك الإرهاصات الأولى التي تكون مجموعة ناس الغيوان. فعاش أبي كذلك بين أحضان تيران الطاس وكذلك دار شباب الحي المحمدي اللي كانت تزخر بالعطاءات كثيرة، ومنهم الإخوان في مجموعة ناس الغيوان كاملين، وكذلك مجموعة تقدى. وبهذه المناسبة أترحم على أخي وصديقي الفنان الراحل المبدع الشاعر الغنائي والممثل والمسرحي والفنان العصامي سيدي عمر الدخوش رحمه الله تعالى، اللي وحنا كنسجلوا هذه يكون قد توفي على هذا التاريخ بالضبط 24 ساعة. فمن هذا المنبر بصفتي وبشخصي ونيابة عن مجموعة السهام وعزي الجسم الفني كله والمجتمع المغربي في فقدان هذا الراحل. مجموعة السهام كانت فكرة إبان ظهور مجموعة ناس الغيوان، الكل كان يعشق مجموعة ناس الغيوان، والكل كان يحب أن يكون مثل مجموعة ناس الغيوان. وحبي الخاص للغناء وأنا صغير جدا جعلني أتعلق كثير بهذا اللون الذي وجدته قريبا مني وأنا ابن 12، إلى جانب سي محمد حنين الله يذكره بخير، وأحد أصدقائي ورفاق الدرب منذ أكثر من الآن 50 سنة. وفي إعدادية المستقبل كانت الإراسات الأولى لبداية مجموعة السهام، الإراسات الأولى، لأن كانت أنا ذاك الأنشطة الموازية، وكان هناك مدير من أعرق المديرين الذين عرفهم التعليم العمومي آنذاك، هو الراحل سي محمد قوبي، الذي كان شغوف بالأعمال الفنية والثقافية، وكان كاتب ومبدع، كان يشجع الألوان الغنائية والفنية. وعندما تقدمنا له بفكرة أننا سنغني كمجموعة بسيطة صغيرة على منوال ناس الغيوان، لم يمنع ذلك وشجعنا كثيرا. وفي هذا المنطلق وفي هذا الموقع، وهو إعدادية المستقبل بالحي المحمدي، برزت فكرة إنشاء مجموعة بسيطة سيكون لها بعد 40 وأكثر من 40 سنة اسما وعملا متميزا، اسمه مجموعة السهام.
بقيت هذه الفكرة وبقي أبي إلى جواري رحمه الله، فكان أملي على أن أحظى منه بآلة موسيقية، أحظى منه بآلة موسيقية، وكان الشرط الوحيد على أن أجتاز امتحان الشهادة الثانوية، أنا ذاك كانت السنة الرابعة. فعندما اجتزتها بنجاح مكنني من آلة من جيتارة اقتنى لي من مدينة تطوان، وبقيت إلى جانب هذه الآلة، وبقي أبي رحمه الله إلى جانبي يشجعني حتى اكتملت يعني الجميع ما يمكن أن يكون في فنان بسيط. ابن الحي محمدي صغير يعشق أن يقلد الغيوان، يقلد المشاهب، أنذاك في 74 كانت دارت مجموعة المشاهب، وكان لمجموعة المشاهب التأثير القوي عندي، لأن عشقت رنات ونغمات راحل وفنان ومبدع كبير المراني الشريف، عشقته كثيرا وسرت على منواله، وسيكون لهذا الرجل الوقع الكبير في حياة وتاريخ مجموعة السهام. بقيت دندن مع أصدقائي، مع حنين ومع بعض الأصدقاء، نقلد نغني هنا وهناك، واكتملت الفكرة. وفي يوم من الأيام كان في 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 الدرب ديال حسن فلان واحد الفرح، واحد العرس، حنين كان في ينتمي إلى فرقة أخرى، وتعذر عليهم أن يكون من بينهم عازف، فما كان لحنين إلا أن التجأ لي هو وفلان لأغني، ولأول مرة خارج البيت، ولأول مرة أمام الناس في عرس لأحد أصدقائي، كان عرس وزفاف أختي رحمه الله، أخي وصديقي الرياضي والفنان المتميز رزيق. في هذه الليلة كان الأب ديالي اشترط على أن في 12 الليل خصني نرجع للدار، وتوسل إليه الحاج فلان وحنين على أن أعود في 12 الليل منتصف الليل. ولكن لم يكن ممكن أن تعرفي في الأعراس المغربية، العرس كيستمر حتى الصباح، فكانت أول تجربة لي وأول يعني تموقع لي في هذا العالم خارج البيت وخارج مضمار المدرسة والأنشطة، لأن أنا ذاك الإعدادية اللي كنا نقوم بها في إبانة السبعينات اللي كان الأنشطة الموازية، وكنا نغني هنا وهناك في مدارس وكذا. ولكن في أول ليلة التقيت بحنين مباشرة بعدما كان مجرد صديق لي ندندن في المستقبل وفي الدار، ولكن غنينا أمام الناس في لما أخرى وفي جو آخر وفي عالم آخر. تفاجأت في المنتصف ليلا أن الأب ديالي جاب شديني، ولكن حسن فلان توسل كما قلت بأن أبقى إلى الصباح، وبقيت مع الإخوة والأصدقاء في هذا الدرب وفي هذا يعني الموقع الذي كانت به دار حسن فلان. بدأت الإرسات الأولى لإنشاء مجموعة سيطلق عليها حسن فلان هذاك، ونحن نبحث عن اسم يعني في 78 عن اسم السهام. حسن فلان هو الذي أعطى للمجموعة هذا الاسم بعدما بحثنا كثيرا ولم نقف إلا عند هذا الاسم، وبقي هذا الاسم إلى الآن. المرحلة الأخرى التي ستأتي أننا كنا نسمع وكان يسمع بنا صديق وأخ و يعني فنان كبير المايسترو المراني الشريف، كنت أحبه كثيرا وبقيت ألح حتى التقيت به. التقيت بالمراني الشريف رحمه الله، وكانت للمراني الشريف أنذاك دفع قوي لمجموعة السهام، لأنه أنذاك اعتبر الأخ والصديق والأب الروحي لمجموعة السهام إلى جانب والدي الذي كان دائما معي دائما مع مجموعة السهام. اشترط الشريف على أن لكي نستمر ولكي تكون لنا مجموعة على غير مجموعة المشاهب ومجموعة أخرى، تكون لنا آلات موسيقية ومكبرات صوت وكذا، فمشينا مع الشريف هذا الطريق. الشريف كان لابد لو أن تكون لمجموعة السهام أصوات أخرى،
هو الذي جاء بسعيد حالي سعيد أحشقون إلى مجموعة سيام آنذاك، وكان في مجموعة الأرصاد التي كانت آنذاك لازالت في مدينة الدار البيضاء. ثم هو الذي أتى بالصادق من مجموعة أخرى من البرنوصي، ثم ندينا على أخي وصديقي الحاج حليف إبراهيم. إذن أصبحنا ثلاثة إضافة إلى عبد ربيع المجيد مشفق وحنين محمد خمسة، وبدأت سهام مسارها الفني. كان قلبي وغمهلتيني شوية ونعرف بعدا وغما جاري بيا، قالوا كان قلبي وغمهلتيني شوية ونعرف بعدا وغما جاري بيا، قالوا كان دع الناس عرفوا حب الناس، قالوا كان دع الناس عرفوا حب الناس هيبقى عنال ولا طمعي. إلى جانب كل هذا كنت أدرس، كنت لابد لي أن أتابع دراستي. كان شرط والدي على أن أتابع دراستي وألا أستهين بكل ما اشتغلت عليه منذ 10 أو 15 سنة. فتابعت دراستي وكان إلى جانب والدي، وكانت إلى جانبي تجربة كبيرة، تجربة المراني الشريف مؤسس مجموعة المشاهب والذي يعتبر مؤسسا كذلك لمجموعة السهام، إلى جانب أخي وصديق الحاج فلان والوالد رحمه الله، بطبيعة الحال إلى جانب إخواني وأصدقائي الحاج حليف إبراهيم، سعيد أحشقول المرحوم الصادق، محمد حنين وعبد ربي. بقيت اللمة وبقيت الصداقة. كنت أدرس بعد ذلك، انتقلت إلى الجامعة، إلى جامعة الحسن الثاني، ولكن بقيت مجموعة السهام دائما تشتغل مع المراني الشريف. تعلمنا الكثير، تعلمت العزف وتعلمت وانغمست كثيرا في الألحان وفي الكتابة، وخلقت لنفسي عالما خاصا بي لا أخرج منه أبدا، لأن عالمي أنا عالم. من اللي كنت صغير كنت كنقرأ والفن صافي، ما كان ندير والو. من اللي اشتغلت كنت نشتغل والفن، حتى من اللي تزوجت ولا عندي الوليدات بقيت منشغلا بين أبنائي وعملي والإبداع الفني لمجموعة السهام. مجموعة السهام تركت في نفسي وفي محيطي أبلغ الأثر، لأن كانت بالنسبة لي قضية حياة أو موت. لمجموعة السهام أخذت مني الكثير، أخذت وقتي وأخذت صحتي، ولكن كنت فخورا بأن هذه المجموعة لابد أن تستمر ولابد أن تبقى، رغم أنني كنت مولوعا بكرة القدم في أواخر السبعينات، لأن كنا عائلة رياضية بامتياز، لأن ابن عمتي كان حارس فريق اتحاد البيضاوي آنذاك، وكانت العائلة كلها تتكلم كرة القدم، وكنت من حراس المرمى ولعبت وسط الميدان آنذاك في الصغار وفي في 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 الفتيان. ولكن مجموعة السهام أخذتني من الرياضة وأخذتني من جميع العوالم. الشرط الوحيد الذي كان عند والدي هو أن لا أفرط في دراستي، لأن لو أنني فرطت في دراستي لما كنت سأصل إلى هذا المستوى. والحمد لله مجموعة السهام بقيت مجموعة صداقة ومجموعة اللمة ومجموعة الإخوة، وبقيت تشتغل كثيرا لا في محيطها الاجتماعي ولا في محيطها التعليمي، لأن لولا أننا درسنا واشتغلنا وخدمنا ما قدرش نستمر إلى الآن، لأن صعب أن تستمر بمجموعة. ومجموعة جاءت بعد المجموعات الرائدة، مجموعة ناس الغيوان وجلالة وتقادة والمشاهب، ما يمكنش تستمر المجموعة، ولكن الإصرار والعمل والمتابرة والأخوة والصداقة والألفة التي كانت والدعم العائلي، لأن عائلة مجموعة السهام كانت العائلة، لا عائلة حشقون ولا حليفي ولا حنين ولا صادق ولا مشفق، بقيت مجتمعة إلى الآن، لازلنا عائلة واحدة. وحتى بعد التحاق سعيد حشقون بالمراني الشريف بعد رحيله معه إلى فرنسا، والتحاق أخي خالد مشفق في بداية سنة أواخر 84 و85، استمرت مجموعة السهام كذلك بقوة، وبقيت العائلة هي مجتمعة، وبقي عبد المجيد مشفق ذلك المحور الذي تتمحور حوله المجموعة، ذلك الأخ الأكبر الذي كلما كانت المجموعة في حاجة إليه كان موجودا. يعني كنت ولازلت دائما وأبدا بمثابة الأب الروحي للجميع، لابد أن أتحمل كل شيء، لابد أن أكون الأخ الأكبر للكل، لأنني كنت لم أكن أكبرهم سنا، ولكن كنت أنا الحنين في نفس المستوى السن، ولكن كنت
شيئا ما عقلا، عقلا لتجربتي وإصرار والدي على أن أكون ربما ماشي ربان ولا قائد مجموعة سيام، ولكن الأخ الأكبر ذاك اللي عنده الأقل كيصبر شوية، كي كيضيعش وقته، كي ممكن نقدر نصرف، نقدر ندير بزاف الحوايج، إلى جانب أصدقائي كذلك الذين لم يكونوا غائبين عني، دائما كان دعمهم وكانت قوتهم. ولولا مجموعة السهام بالخمسة، ولولا الشريف، ولولا الوالد، ولولا فلان، ولولا الجمهور ديالنا الذي دعمنا طيلة هذه المدة، لما ظهر عبد المجيد موشفيق ولما ظهرت مجموعة السهام. ولكني أعتبر إلى الآن أعتبر نفسي ذلك الوالد الذي تلتجئ إليه المجموعة، وكرست وقتي من أجل أن أكتب وأبدع في الكتابة وأجدد في الكتابة وأجدد في اللحن، وأن أعطي لمجموعة السهام صوتا آخر إلى جانب المشاهب وإلى جانب الغيوان، وأن أكون الدرع، لأن وقعت عدة أمور في تاريخ مجموعة السهام وكنت أنا دائما في الواجهة، والحمد لله كان الشريف بجانبي، وكان الوالد بجانبي، وكان حسن فولي بجانبي، وكانت السهام معي دائما، لأن لولا هؤلاء التكتل وهذه الكتلة القوية لما استمرت مجموعة السهام، لأن مجموعة السهام هي الود، هي اليد الواحدة التي ضمت عشرة أصابع، ولولا هذه الأصابع لما استمرت مجموعة السهام. قبل ما يكون أستاذ، بعدا أستاذ، أنا كان أعتبر أستاذ كبير، أستاذ ديال هاد الأجيال، لأن قدوة للشباب بالتربية ديالو وبالمثالية الكبيرة اللي فيه وبحب المهنة اللي كيمارس، وكمثقف شي كثير. اش نقول لك عليه، زعما سعد مجيد كثير، وانا الصداقه ديالي معاه ماشي مع الوالد ديالو قبل، الله يرحمه مسكين بويا، وكان قرا عندي ملي كنت كنقري في الابتدائي في 64 65. الصراحه كان مجتهد، كان عنده إرادة قوية، هذاك الشيء علاش ولا عازف ماهر في آلة الموندولين، كذلك في الطريقة باش كيصوب الأغاني ديالو ديال مجموعة السهام الرائدة اللي داروا بزاف ديال الأغاني رائعة جدا. وفي السبوع ديال سهام الله يرحمها كانوا عندي، جاءوا عندي للدار في السبوع ديال السهام، هذاك الشيء بقى ديك السهام، وهذا بقى داك الاسم عزيز عليا. اشي اللي نقدر نقول لك على استاذ عبد المجيد موشفيق، وكاين ما يتقال اكثر، ولكن القضيه في الطاقيه. هي في الحقيقه العلاقه ديالي مع عبد المجيد موشفيق علاقه متميزه، لانني كنا كنشاركوا نفس الفضاء، باقي ما عارفينش ريوصنا، باقي باقيين يعني ما دخلناش للتحضيري. قبل ما ندخل المدرسه الابتدائيه كانت واحد المدرسه حره في دير مولاي الشريف، كنا كنتجمعوا فيها، كان كيقرينا الفنان عمر السيد، كيقرينا الاناشيد على طيري على طيري، وكان معايا عبد المجيد موشفيق. في المدرسه الابتدائيه دير مولاي الشريف قبل ما تسمى ابن بسام، دوزنا المسار كامل ديال الابتدائي مع عبد المجيد موشفيق، صديق القسم وصديق الطفوله، كنا كنلعبوا كنقراو. في ثانويه المستقبل، اعداديه المستقبل الان، درنا نفس المسار. وفي اعداديه المستقبل عقبه بن نافع الثانويه، وخدينا البكالوريا في عقبه بن نافع بجوج الاداب، هو مشى دار الحقوق وانا مشيت للرباط، ومن بعد مشيت لباريس.
هاد العلاقة ديال الطفولة اللي كانت جمعتني مع عبد المجيد ما زالت إلى اليوم، ما زالت إلى اليوم، يعني بعد 60 عاما ما زال صديق أخ. نتذكر الطفولة ديالنا الجميلة، نتذكر حين كنا تلاميذ. أولا حين كنا في المستقبل، كان حارس مرمى ديال فريق ديال الهوند كرة اليد، وكان الدفتر ديالو مرايا، مرايا. أي واحد إلا ما جاش للقسم ولا حتى الأستاذ أحيانا ملي كيبغي شي دفتر نقي نتخط جميل، الرزانة في الكلمة، الشمس تشيع في الدفتر، هو ديال عبد المجيد مشفق. وكان حتى في اللعب ديالو ديال الكرة اليد كحارس مرمى كان رزينا، والرزانة ديالو هي اللي كتعكس المستوى ديالو الدراسي أيضا، كان يعني دائما يحصل على نتائج جميلة جدا إيجابية، كان ينجح دائما بامتياز. وكانت عنده واحد القضية، كاينين بعض الأساتذة اللي عندهم بعض عندهم بعض الحزازات مع التلاميذ، مع إلا عبد المجيد مشفق. مشفق كان محبوب ديال جميع الأساتذة، حتى المواد اللي ما كانتش كتهمنا بزاف بحال الرياضيات أو العلوم الطبيعية أو الفيزياء إلى غير ذلك، كان محبوب الأساتذة والآن يعترفون بذلك، لأنه هو أولا محبوب وعنده القبول. إلا أضفنا بأنه كيقرا مزيان، بأنه منضبط ملتزم، يحب الجميع ويحبه الجميع في القسم وفي الإدارة وفي المؤسسة التعليمية اللي كنت معها، خاصة المستقبل وعقب بن نافع. يعني أنا بغيت نتحدث لك على السهام وعلى عبد المجيد، عبد المجيد مشفق اللي كي تعتبر من الفنانة الملتزمين، الفنانة الكبار، والفنانة من أوائل الفنانة القارين بعد. أولا ما ننساوش بأنه عبد المجيد هو رجل أكاديمي، رجل قاري، هي مجموعة السهام كلها مجموعة اللي خرجات من الجامعة، وهذا كان شيء جميل. مجموعة السهام يمكن نعتبرها احنا هي الوجه الآخر للأغنية الغوانية أو الحركة الغوانية أو أغنية المجموعات. لماذا؟ لأنه عندما ظهرت المجموعات الغنائية بزاف ديال الناس، بزاف ديال الناس وصفوها بأنهم هداوة، بهالة، مقارن شاي كذا إلى غيره من الاتهامات المجانية ديك الساعة نظرا للنجاح لحقته هذه الأغنية. فجات مجموعة السهام لتقول العكس وتقول بأنه لا بالعكس، راه هذه الأغنية يحبها الشباب، ولا رولاف راهو ما حنا مجموعة السهام لدراري متخرجين من الكليات. السي عبد المجيد مشفق الإنسان الخلوق، دائما كنقول الإنسان الخلوق الأنيق، الأنيق فكريا والأنيق شكلا والأنيق في الممارسة دياله والأنيق في حياته، عنوان ديال الطيبوب وعنوان ديال الأخلاق، هذا هو السي عبد المجيد. السي عبد المجيد هو المتعدد في الواحد، كنقولها دائما، كان المتعدد في الواحد، فهو عنوان الانتليجنسيا، وهو عنوان أيضا الحمولة الفكرية، هو عنوان الإنسان اللي يعرف كيف يدبر حياته وكيف يدبر مساره الفني بذكاء. الدليل على ذلك، الدليل على ذلك أنا كنت دائما، وهذه شهادة سابقة، كنقول كيفاش ونحن في الحي المحمدي وفي المغرب نعيش دينامية جديدة قوامها المجموعات الغوانية بتألقها ودارت مسارها ودارت بصمتها، ناس الغيوان المشاهب جيل جلالة تقدى، ثم تظهر مجموعة السهام وتجد موقع ومطيء قدم. كيفاش؟ كيفاش؟ شنو هي الوصفة السحرية؟ هذا السؤال إشكالي كنت كنطرحه، فأجبت عنه ليس من عندي ولكن مما كتب عند علماء الاجتماع وعند يعني علم الاجتماع الفني بالضرورة. كيقول لك أن هذا يعبر على الأصالة في الفن والإبداع، لو لم تكن هناك أصالة وفن وإبداع لما كانت السهام ولا ما وجدت موقع قدم بين هذه المجموعات. هذه الوصفة السحرية. كيفاش هاد الأصالة والإبداع؟ شنو الشرط اللازم ديال الأصالة والإبداع في الفن؟ الشرط اللازم هو التفاعل. ناس الغيوان تفاعلت مع واحد المحيط وعطات ناس الغيوان،
جيل جلالة تفاعلت مع محيطها وعطات جيل جلالة، تقدة تفاعلت مع محيطها وعطات تقدة، المشاب تفاعلت مع محيطها وعطات تقد عطات المشاب، والسهام تفاعلت مع محيطها وعطات السهام، والمسناوة تفاعلت مع محيطها وعطات المسناوة. ولكن هذا التفاعل كيف يتم تصريفه؟ نفس التفاعل، يمتحون من نفس المصدر، يمتحون من نفس المرجعية، ولكن الشكل الفني كيفاش يخرج؟ كل واحد عنده أصالته، كل واحد عنده إبداعه، كل واحد عنده رؤيته الفنية. فأعطت السهام، أعطت السهام بفضل ذكاء السي عبد المجيد مشفق والسي خالد والمجموعة ككل، لأنهم هما واحدون، هما مجموعة في الواحد، الكل في الواحد. أول واحد ناقش أطروحة حول المجموعة الناس الغيوان هو المجيد مشفق، وأنا قريت الأطروحة ديالو اللي طرح فيها شي مسائل مهمة جدا عميقة جدا، أعطى قيمة للناس الغيوان ليست كحركة غنائية فحسب، وإنما كظاهرة، كظاهرة اللي خرجت من واحد الحي فقير اللي هو الحي المحمدي، اللي في واحد الوقت اللي الناس كينتظروا البديل ديال الأغنية اللي كانت الأغنية السعيدة آنذاك هي الآتية من الشرق والأغنية العصرية إلى غير ذلك، جابوا واحد اللون جديد لإطفاء عطش المتتبعين المغاربة في الأغنية الجديدة أو ما سماها عبد المجيد مشفق الأغنية البديل. ومن ثم بعد حصوله مشى خدم في الإخراج التلفزيوني في الرباط الأخبار، أقسم بأن الشهادات كي يقولوا لي الناس اللي خدموا في التلفزيون مع في الرباط، الكرم، السخاء، الأخلاق الحميدة، البشاشة دائما، حس النكتة، جميع المسائل الإيجابية، ما كاينش لي واحد اللي كيقول في عبد المجيد مشفق سلبية. ملي جا راه ينشق رحلت معه الطيبوبة، رحلت معه البشاشة، رحل معه حب الفن. هو مجموعة السهام يميزها هو اختيار المواضيع اللي من وراءها عبد المجيد مشفق. صراحة هذوك الناس ديما كيقلبوا على شي حاجة اللي كانت فيها واحد الواقعية في شكل باش ناس يفكروا يديروا أغنية على كورونا، ماشي سهلة صراحة، فهذا اجتهاد يحسب لهم وتبارك الله عليهم، كانت رائعة وكانت مهمة، لأن قليل اللي كيهضر في هذا الشيء. عبد المجيد مشفق اللي ما تعرفوش بزاف ديال الناس هو أنه هو من أول الموثقين للظاهرة الغيوانية، يعني كان هو من أول من وثقوا هذه، ما عارفينش بزاف، من خلال البحث اللي دار في الجامعة، دار بحث حول الظاهرة الغيوانية ليكون بذلك هو أول موثق رسمي يعني الأغنية الغيوانية. عبد المجيد مشفق هو يعتبر كما كنعرفوه احنا هو التلميذ الوفي والمحبوب للفنان الكبير سي الشريف المراني، مؤسس مجموعة المشاهب، كان يحبه وكان يعزه كثيرا وكان يجالسه كثيرا، وسي مشفق تعلم على يده. كذلك هو صديق الفنان الكبير سي حسن فلان، حسن فلان بالصدفة هو اللي غادي سمى مجموعة السهام وحضر في التأسيس ديالها وواكب التأسيس ديالها، وهو كان صاحب هذا الاسم ديال مجموعة السهام. وهنا كيبان لك العقلية ديال المجيد مشفق ولا ديال الإخوان اللي معاه في ديك الفترة، أنهم كانوا الراس صغير وكانوا في حضن فنانة كبار، وبطبيعة الحال أعطوه في الأغنية الغيوانية العطاء الجميل، خاصة لزالبوم الأولين على أفريقيا والفتاة المغربية، هما من الأوائل ديال المجموعات اللي غنوا على الفتاة المغربية وعلى الكرامة ديال الفتاة المغربية وبنادا وبحرية. كنعرف مثلا السي عبد المجيد مشفق تربى في بيت يسميه بيت الصوفية، لأن الحاج الله يرحمه كان صوفيا وكان رجلا رمز للانفتاح، أن يعتبر الأبناء ديالو الله يرحمه بحال الإخوان ديالو، يعني الديمقراطية المطلقة كاينة في البيت، بحيث هاد الانفتاح وهاد هاد 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 التصوف انعكس على الأبناء،
وعطاه مشفق وعطاه غاليد وعطاه خوته وعطاه هذا عطاه اللي كلهم كانت عندهم واحد البصمه في الحي المحمدي على مستوى القدوه. لان شنو اللي كنبحثوا عليه حنا الان دابا؟ كنبحثوا على القدوه. القدوه ما يمكنش تكون قدوه الا ما كانش هاد القدوه منطلقه من منظومه القيم. ومنظومه القيم سي يونيفرسال راه عالميه. الاخلاق اخلاق، هذا هو اللي كان، هذا هو اللي كان يتجسد، الذي كان يتجسد في السي عبد المجيد مشفق. يعني الاغنيه يسمعوها التونسي او اللبناني او السوري تمسه، لانه ليست علاقه المغربي فقط وانما علاقه الانسان بالانسان مرورا بالانسان. وهذه الانسانيه تتجلى في الحياه اليوميه عند عبد المجيد مشفق. هو انسان ينسجم مع الفنان وفنان يندمج فيه الفنان. اذا ملي كتكون مع مشفق انت راك مع انسان فنان، مع فنان انسان. ثم انه حكى لي الاخوان في عين الشق بان ملي ما كيكونش شي مخرج شي برنامج تحضر عليه المجيء او لاسباب او لاخر كانوا يعوضوه. مثلا حكى لي عدنان ياسين كانوا غيصوروا مشاريف واذا النجم ما جاش لظروف صحيه اعتقد وكانت غتاجل الحلقه. قال لي مشفق انا ماشي خدمته خصو يمشي بحالو. قال لي انا نبقى معك حتى تسالي الحلقه ديال جوج الحلقات ديالك عاد نمشي. يعني بالتضحيه ونكران الذات اللي تعلموا مع مجموعه السهام كيعيش حياته اليوميه. ثم اولا الدليل القاطع بان جميع المجموعات ليس فقط في المغرب وانما عبر العالم ملي كتكون مجموعه معينه مع الوقت كيكون انقسام كتكون تفرقه غالبا كتكون لاسباب ماديه لاسباب الانا حب العظمه الى غير ذلك. عبد المجيد مشفق استطاع ان يترك السهام كما هي. وكانت هذه شهادات خارجه من القلب في حق الفنان ديالنا عبد المجيد مشفق. وصلنا لنهاية هذا اللقاء ديالنا اليوم. تلقاكم مشاهدي انفاس تيفي في لقاء جديد قريبا جدا ان شاء الله.